استاذه شيرين، ازيك؟ ازي حضرتك؟ بيجي لك اسئله كتير، بس انا عايزه اسالك، انت عملتي ايه رمضان ده؟ لا انا اوريدي حضرت طبعا حاجات، جهزت حاجات لبيتي، بس حاجات اساسيات. وهقول لحضرتك على حاجه، انا عندي ميزانيه ماشيه بيها، والله الحاجه غليت، الحاجه رخصت، انا عندي ميزانيه ماشيه بيها، فبدل ما انا اكتر يعني ازود الميزانيه، لا انا اقدر ان انا ممكن ان انا اقلل كميات شويه. فحضرتك بتقولي انك انت ما عملتيش ميزانيه خاصه لرمضان؟ لا، هو هي ميزانيتي اللي انا ماشيه بيها، هي نفس هي ميزانيتي الشهريه اللي انا ماشيه بيها. انا حتى لغايه دلوقتي انا لسه ما اشتريتش حاجات رمضان الجديده، انا ماشيه شهر بشهر. انا بالنسبه لي، انا زوجي مهندس، بنقبض اول الشهر، هو اول الشهر نجيب حاجتنا وخلاص. اول الشهر قرب اهو، خلاص احنا احنا بقى مستنيين اول الشهر الجديد. انا بقى كانت تحضيراتي من اول الشهر، وده فعلا يعني انا وثقته في قناتي ان انا بجيب الحاجات الاساسيه، وعملت زي ما مدام لميس قالت ان انا خليت حاجتي في الثلاجه وفي الفريزر، اخلص بقى اللي عندي ويخلص اللي موجود، وتخلص حاجتي بشهري، وابدا بعد كده شهر جديد. مش عامله اعتبارات لرمضان او للاسعار، لا انا ماشيه زي ما انا ماشيه وعلى ميزانيتي. وحضرتك شغاله